المطار الأميري، ويتجه كما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زايد آل محمود رئيس مجلس الشورى القطري والسادة أعضاء مجلس الشورى القطري إلى القاعة الأميرية لتقديم واجب العزاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ومعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، ومعالي الشيخ جابر عبد الله الجابر الصباح، وسمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والشيخ حمد صباح الأحمد الصباح، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الشيوخ الكرام. إذن سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زايد آل محمود رئيس مجلس الشورى القطري والسادة أعضاء مجلس الشورى القطري يقدمون واجب العزاء بفقيد الوطن الكبير. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زايد آل محمود رئيس مجلس الشورى القطري يقدم واجب العزاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. لا شك أيها الأخوة والأخوات علاقات دول مجلس التعاون الخليجي استثنائية في طبيعتها، فيصعب وصفها، فشعورهم بالحزن تجاه هذا الفقد ما هو إلا انعكاس لعمق تلك العلاقات. فلا شك أيها الأخوة الروابط وثيقة وتاريخية. كان صاحب السمو أمير البلاد الراحل رحمه الله حكيما حليما رائدا في السياسة والدبلوماسية، أرسى قواعد حكمه في البلاد لتستند الكويت عليها وترتقي ويعلو شأنها بين الأمم. الآن أيها الأخوة والأخوات يغادر الضيف الكريم سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زايد آل محمود رئيس مجلس الشورى القطري والسادة أعضاء مجلس الشورى القطري القاعة الأميرية بعد تقديمهم واجب العزاء بفقيد الوطن وفقيد الإنسانية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته